بسم الله الرحمن الرحيم. أحلى عبادة في رمضان، عبادة جميلة جدا، عبادة الدعاء. بس وإحنا داخلين العشر الأواخر من رمضان، في سر عجيب في الدعاء، وأنا جاي ألفت نظركم للنوع ده من العبادة اللي جوه عبادة الدعاء. إيه هو؟ إذا جرى لسانك بدعوة لم تخطط لها ولقيت لسانك بيجري بيها، فاعلم أن الله يريد لك إجابة هذه الدعوة، فامسك فيها، لأن الدعوة دي إن شاء الله ستجاب. ورددها كتير وامسك فيها العشر الأواخر، ما تتعمدش إن أنت تدور عليها، وما تتعمدش إن لا 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 لا، لو جرى لسانك، لو فجأة لقيت نفسك بتدعي لحد، لو بتدعي لنفسك بدعوة عمرك ما فكرت تدعي بيها قبل كده. أنا حصلت معايا كتير، ولقيت ناس كتير بتبعت لي بتقول أنا حصل معايا الدعوة الفلانية، أنا لقيت نفسي بدعي الدعوة الفلانية. إذا لقيت لسانك بيجري فما جرى لسانك إلا وهو يريد أن يستجيب لك. ادعي بيها بإحساس، بإحسان، ادعي بيها كأنك تراه، ادعي بيها من كل قلبك، اكتبها بسرعة يمكن تروح من دماغك تاني، وافضل ادعي بيها. هذه الدعوة أريد لك أن يستجاب لها، فما أجرى بها لسانك إلا وهو يريد الإجابة. اللي أنا بقوله ده موجود في برنامج الفهم عن الله السنة دي، أتمنى أن أنتم تشوفوه. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله.